مشاهدينا الكرام، عودة للملف الليبي وعملية تحرير طرابلس، حيث ينضم إلينا هاتفيا من بنغازي سيادة اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي. سيادة اللواء، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم بكل أخوة المشاهدين وكل متابعي السنة الليبي. نعم سيادة اللواء، طبعا عملية تحرير طرابلس التي انطلقت وطبعا تم بدايتها بالسيطرة والنجاح في استعادة غريان التي تبعد 100 كيلو جنوب العاصمة طرابلس، أولا ما هي أبرز التحديات في عملية تحرير طرابلس، وما هو يعني الاستعدادات التي قمتم بها لإطلاق هذه العملية؟ أولا مدينة غريان جنوب طرابلس 70 كيلو متر من قلب العاصمة طرابلس، مدينة جبلية تقع تعتبر مفتاح طرابلس الجنوبي. دخلنا إليها بشكل سلمي ترحيب الأهالي وضيافة أهل المنطقة، بعد ذلك تقدمنا نحو منطقة العزيزية أسفل الجبل، هناك بعض الاشتباكات الخفيفة من عناصر تابعة للراجحة المسلحة، ولكن نحن لدينا خطة كاملة فيها كل الاختبارات وفيها كل مراحل المعركة وكل المفاجآت التي قد تحدث، نحن مستعدين لها بشكل جيد، وسيكون هناك تقدم نحو العاصمة من عدة محاور بإذن الله تعالى في الساعات القادمة وخاصة مع ساعات الفجر الأولى. طيب ما هي أهمية تحرير طرابلس العاصمة من الميليشيات المسلحة المتواجدة فيها، وطبعا يعني في الرسالة التي الصوتية التي أدلى بها المشير خليفة حفتر، هو أكد على الحفاظ على أرواح المدنيين جميعا سواء كانوا من أهالي ليبيا أو من يعني الزائرين أو من المقيمين من الدول الأخرى. طبعا استعادة طرابلس لها أهمية كبرى، على ما ترتكز؟ حقيقة لم نستمع لكل النقيض من حضرتك، ولكن أهمية طرابلس تأتي أنها هي مركز العاصمة الليبية، وهي مركز المؤسسات، وهي مركز الدوائر الحكومية بالكامل. تطهيرها من الميليشيات الإرهابية والإجرامية سيكون تطهير لكافة مؤسسات الدولة، وسنتمكن بعد ذلك من توحيد المؤسسات وتوحيد الحكومة وتوحيد كل الخدمات للمواطنين الليبيين. طيب يعني سيادة اللواء، ما هو الموقف بالنسبة للقوات المتحالفة أو المؤيدة لحكومة الوفاق الوطني أو المؤيدة لحكومة السيد فايز السراج، كيف سيتم التعامل معه؟ أولا نحن في البداية لم نطلق هذه العملية ضد السراج وضد مجلس الرئاسة، نحن نطلق هذه العملية منذ 2014 ضد الميليشيات الإرهابية، ضد الجماعات المسلحة، ضد العصابات التي ترتكب في جرائم والهجره غير الشرعيه وتهريب الوقود، تهريب القوات الشعبيه الليبي، ضد ميليشيات متطرفه تدفع الجماعه الليبيه المقاتله في صاحب طرابلس. ولكن للاسف وجدنا ان السراج قد شرع هذه المسميات جميعها والان يستعملها كجيش، وهو في حق الميليشيات خارج عن القانون. نتمنى ان يتم الفصل بين المجلس الرئاسي وهذه الميليشيات حتى يستمر مجلس الرئاسة في عمله او يستمر حسب مخرجات ابو ظبي او مخرجات باريس الاخيره. يعني تتمنى ان يتبرأ المجلس الرئاسي او يتبرأ السيد فايز السراج من هذه الميليشيات؟ نعم يتبرأ، في الاكل للاسف هو تبنى واصدر بيان مضاد للقوات المسلحه وبعث تنفيذ لهذه الجماعات التي تسيطر على طرابلس، تسيطر على كذلك على المصارف وعلى الشركات طرابلس، وهي تضطر من خلف بلدتها على حساب الليبيين. طيب كيف تصف الوضع على الارض حاليا سياده اللواء فيما يتعلق بطرابلس، وضع الجيش بالنسبه لطرابلس اين هو تحديدا؟ الجيش الان مثل ما تحدث في البدايه تقدم من منطقه بوسطيجا الشفره الى منطقه سته في حوالي 130 كيلو جنوب طرابلس، وصل الى غريان 70 كيلو، بعد ذلك وصل الى العزيزيه وتقدم بمقعد العزيزيه، الان تقريبا على مشارف مدينه طرابلس من الجهه الجنوبيه، من الجهه الشرقيه تقدم بشكل جيد وباذن الله سيكون في النقاط المحدده خلال الساعات القادمه، من الناحيه الغربيه القوات جاهزه وهناك قوات كذلك العاصمه
تنتظر الاوامر اللي بدفع عمليه العسكريه. طيب طبعا سياده اللواء تعلم ان هناك تحديات كثيره بالتاكيد تنتظركم في عمليه تحرير واستعاده طرابلس مره اخرى الى سيطره الدوله والجيش الليبي، لكن هناك بيان يقال انه منسوب الى ما يسمى بالمجلس العسكري في مصراته، وهو يعني يتحدث عن مواجهه ربما محتمله يمكن ان يقدم عليها فيما يتعلق او في مواجهه الجيش الليبي حال تقدمه الى طرابلس، كيف تعلقون على ذلك؟ نعم، مجرد لفظ المجلس العسكري يعني هناك اخوان في العمليه، لان المجالس العسكريه تم تشكيلها من قبل الاخوان وهي تشتغل الاشكالات المؤدده الى الاشكالات الارهابيه. الان اسامه جبيلي يقود المجلس العسكري لغريان، اسف المجلس العسكري الان، وهناك قيادات تحاول قياده المجلس العسكري مصراته، وهي والمجالس العسكريه هي مجالس تضم ميليشيات مؤدده تابعه للاخوان المسلمين وتنظيم القاعده، ونحن في حساباتنا ان هذه الجماعات او هذه المجالس ستتوحد وستفتح في محاربه الجيش الليبي. نعم، نحن لدينا كل التحضيرات اللازمه لهذه الجماعات. نعم، أخيرا سيادة اللواء، يعني أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في تغريدة له اليوم أبدأ قلقه مما وصفه بالتحرك العسكري في طرابلس، وقال إنه الأزمة في ليبيا لا تحل إلا من خلال الحل السياسي. إذا كانت القضية في ليبيا قضية سياسية، نعم الحل السياسي مرحب به، ولكن القضية في ليبيا وخاصة في طرابلس ليست قضية سياسية، إنما هي قضية أمنية، وهي أمنية أولا، وتسويق الأمن وفرض إنفاذ القانون على الساحه الليبيه هو قبل العمليه السياسيه. بكل الاحوال باذن الله غدا بوتير سيكون لديه لقاء مع السيد القائد العام، ستكون هناك مستجدات هذا اللقاء، سننتظر ماذا يصدر عن هذا اللقاء. نعم، شكرا جزيلا لك سياده اللواء احمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.